للمشاركة في مسابقة برنامج سهرتنا، ما عليك من لا معرفة الإجابة الصحيحة واكتبها مصحوبة بالاسم الثلاثي في البوست المخصص في صفحتنا، والجائزة عبارة عن سيارة كيصول 2012 مقدمة من شركة عكاظ لاستيراد المواد الغذائية. سهرتنا جو من الأخير. للمشاركة في مسابقة برنامج سهرتنا، ما عليك من لا معرفة الإجابة الصحيحة واكتبها مصحوبة بالاسم الثلاثي في البوست المخصص في صفحتنا، والجائزة عبارة عن سيارة كيصول 2012 مقدمة من شركة عكاظ لاستيراد المواد الغذائية. سهرتنا جو من الأخير.